وفي ناس عندها قطع 50 و60% من الرباط ده بتعمل عمليه، وفي ناس كتيره بيبقى الرباط مقطوع عندهم ما بيعملش حاجه خالص. شاب صغير قبل اكتمال النمو غير شاب صغير بعد اكتمال النمو. هل فترات التعافي بتتفاوت ولا التعافي بقى اصعب؟ اهلا وسهلا بكم، انا هشام حبيب، واحنا هنا في ميديكا زون بودكاست، البودكاست الطبي الاول في مصر والوطن العربي. كلنا فاكرين الاصابه اللي اتصابها اللاعب الكبير محمد صلاح في دوري ابطال اوروبا سنه 2018، وللاسف خليته ما يكملش اللقاء وما عرفش يلعب اول ماتش مع المنتخب في كاس العالم. للاسف كل متابعين الكوره او كل محبين الكوره كمان ممكن يتعرضوا لاصابات من اصابات الملاعب، بيكونوا مش عارفين هل الاصابه دي ممكن تاثر على حياته، ممكن تخليه ما يعيش حياته بشكل طبيعي. اصابات كتير بنشوفها لو احنا بنتفرج على رياضيات بشكل مختلف او احنا بنلعب رياضه معينه. طيب عشان نعرف اشهر الاصابات دي زي ما عودناكم كان لازم يكون معنا احد الخبراء في هذا المجال. خلينا نرحب بدكتور ابراهيم جادو، دكتوراه في جراحه العظام طب القصر العيني واستشاري جراحه القصر العيني والمفاصل الصناعيه. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا اتش، اخبارك ايه؟ يا دكتور حاله اصابات ده والتيشيرت تحفه ده. ربنا يخليك. بعد ما عندكم اخبارك ايه؟ كله تمام، كله حلو، كله تمام، نعمل حلقه مبسوط حضرتك موجود معانا ان شاء الله. حبيبي ميرسي يا حبيبي. دكتور، اشهر الاصابات اللي ممكن، احنا طبعا بنشوف اصابات بعضها بيكون كبير يعني وقاسي، بنشوف كسور، بنشوف طبعا الاشهر طبعا رباط صليبي للعيبه كتير. هل في اصابات مشهوره بتعرض على حضرتك طول الوقت؟ بص، دايما خلينا نفرق ما بين حاجتين. دايما الركبه ليها حاجات مشهوره قوي والكتف دي له حاجات مشهوره. انت فكرتني لما قلت محمد صلاح. محمد صلاح كان حصل له خلع تقريبا من الدرجه الثانيه على ما انا فاكر في مفصل ما بين الترقوه وعظمه اللوح هنا. صحيح. ونفس الإصابة دي جت للشناوي، يعني الشناوي نفس القصة، جت الإصابة دي الشناوي عمل عملية، محمد صلاح عمل تأهيل وما عملش عملية أيامها لو أنت فاكر. أحيوة. فممكن يعني تخيل الاثنين دول من الناس الموست فيمس في مصر وبالمنتخب عندنا، الاثنين عندهم نفس الإصابة، ولكن السيفيريتي نفسها أو ضخامة الإصابة اختلفت من واحد لواحد. صح. واحد زي صلاح عمل تأهيل وما عملش عملية، شناوي عمل عملية. فهي حقيقة الإصابة بتختلف على مدى قوتها، المكان اللي هي فيه، هل هي معها حاجات تانية ولا لا. فلو انت جيت على الركبة، فاحنا اكيد ان الرباط الصليبي بيحتل المقام الاول وقطع الغضروف الداخلي، ولكن في اصابات تانية في الركبة كتيرة زي قطع الرباط الداخلي والخارجي، عندك لو حصل قرحة في السطح المفصلي. فالرياضيين دايما بيبقى في اصابات مخصوصة بتاعتهم نقدر نقول عليها، وفي نفس الوقت في الكتف حاجات معينة وفي الركبة حاجات تانية. يمكن دكتور غير الرياضيين برضو بيهتموا بده، لان لو هو غير رياضي ممكن يكون اولا هو ممكن غير رياضي بشكل مستمر يعني، او دي مش بروفيشنال، مش بيشتغل الشغلانه دي، بس بيلعب رياضه مثلا زي في الويك اند يروح يلعب ماتش كوره مع اصحابه او في لعبه معينه بيلعبها، فهو مش مستمر، هو بيعمل الموضوع بشكل هاوي. هل ده الموضوع عنده بيبقى اصعب لما بيتصاب اصابه من النوع ده، ولا بيبقى زيه زي الرياضي وفي الاخر الاصابه هي اصابه؟ بص، خليني برضه افرق لك من حاجه. مش كل عيان عنده قطع في الرباط الصليبي بتحتاج عمليه، ومش كل عيان عنده قطع في الغضروف انت محتاج له عمليه. تمام. انا قصدي ايه الكونسبت ده؟ كتير قوي انت تشوف الرنين، تبص على الرنين، قطع الرباط الصليبي عمليه. لا، هي الديماند، هو العيان ده عايز ايه، هو بيعمل ايه. هل النهارده راس ماله في رجليه مثلا، وهل هو راجل رياضي في المقام الاول؟ هل النهارده لا، انت راجل عندك اعمال مكتبيه الرياضه دي اتس لايك ا فن انت بتعملها في الويك اند بتاعتك، طب انت النهارده تقدر تستغني عن الرياضه دي وتعمل رياضه تانية خالص، ولا دي الرياضه دي هي المفضله بالنسبه لك؟ فالنهارده يعني فيك، يعني انا هديك مثال. النهارده ممكن تشوف تعمل اشعه رنين مغناطيسي ويقول لك ان في قطع جزئي في الرباط الصليبي. فالنهارده كلمه قطع جزئي كلمه مطاطه جدا، ما ممكن يكون الرباط مقطوع بنسبه 20% او 50% او 70%. 20% النهارده انا هكتفي بان انا اعمل تاهيل وتقويه للرباط، فبيرجع زي ويرجع طبيعي جدا وبيكمبنسيت. النهارده نعمل تقويه عضلات وبرنامج تاهيل معين ويستعيد الضعف اللي هو 20% من الرباط. وفي ناس عندها قطع 50 و60% من الرباط ده بتعمل عمليه، وفي ناس كتيره بيبقى الرباط مقطوع عندهم ما بيعملش حاجه خالص. انت فاهم انا قصدي لك ايه؟ يعني النهارده ما بنعملش حاجه عشان هو ده مش شغله، او ده مش شغله، عضلاته قويه،
مش محتاج، قالك انا اي ويل تشينج الرياضه دي في الحاجات اللي هي فيها رياضات عنيفه، لا انا مش هعمل رياضه عنيفه، انا عايز اروح الجيم والعب ابر بادي بس ولا حاجات خفيفه. مش انت فاهم انا قصدي لك ايه؟ فالمريض نفسه هو اللي العمر كمان بتاع المريض بيختلف، حاله الركبه. وانت يعني هقول لك مثال، ممكن يجي لك عيان عنده 40 45 سنه وعنده قطع في الرباط الصليبي، ولما تعمل اشعه عاديه اشعه تلاقي ان في شويه خشونه في الركبه، هل العيان ده انت بتعمل له عمليه؟ لا. يعني لو النهارده العيان النهارده الرباط هو المشكله الرئيسيه بالنسبه لك، انا ساعات كتير بروح اعمل عمليه. لكن لو في خشونه، طب النهارده الرباط في قطع في الرباط او قطع في الغضروف ومعاك تقوس في الرجل، هل الرباط ده مقطوع، الرباط الصليبي مقطوع لوحده ولا الرباط الخارجي مقطوع معاه؟ فالنهارده تاني انت محتاج تفصل العلاج طبقا للحاله اللي قدامك والمعطيات اللي المريض بيديها لك. لعيب كوره وراس ماله الكوره غير واحد اعماله مكتبيه، انت فاهمني؟ انا اللي بحدد انا عايز ايه ده حاجه. شاب صغير قبل اكتمال النمو غير شاب صغير بعد اكتمال النمو، انت فاهم؟ هو قبل اكتمال النمو ده اللي هو لو ممكن بتاهيل، لو مثلا نسبه قطع بسيطه بتاهيل ممكن يرجع تاني. خليني اقسمها لك. انت عارف ان الغضروف دايما احنا عندنا حاجه اسمها الغضروف الهلالي او الغضروف الداخلي للركبه او الغضروف الخارجي للركبه. ربنا لما خلق الغضروف احنا مجازا قسمناه تلات اماكن، قسمناه المنطقة البيضة واللي بيسموها الوايت زون، وفي المنطقة الرمادي او الريد وايت زون او المنطقة الحمراء. كلمة بيضة وحمراء والكلام ده كله اكوردنج لايه؟ النهاردة لو اطراف الغضروف اللي هي ماسكة من الركبة من الخارج دي المنطقة اللي بيخش فيها الدم، فلو حصل قطع في الحتة دي الباور بتاع الجسم ان هو يلتئم بيبقى عالي جدا. فلما احنا دايما نلاقي ان القطع في المنطقه الحمراء للغضروف بنحب نعمله نصلحه ما بنشيلوش، انت فاهمني ليه؟ لان انا عارف ان القطع في المنطقه الغنيه بالدم فلما هتصلحه هيلتئم، انت فاهمني؟ ساعات كتيره قوي النهارده تلاقي القطع في المنطقه البيضاء، المنطقه البيضاء بنسبه 90% لو القطع موجود مش هيلتئم، فبنعمل تهذيب للغضروف، انت فاهمني؟ لو المنطقة البيضاء والحمراء او المنطقة الرمادي اللي هي الريد وايت زون الدم اقل شوية على حسب بقى عمر العيان، في تقوس ولا مفيش تقوس، نسبة القطع قد ايه. هل لكن بقينا دلوقتي مؤخرا مع رايحين ناحية تبقى مور كونزرفاتيف، ما عادش بنعمل تهذيب للغضروف الا في حالات معينة بس، انت فاهمني؟ مش كنا زمان قبل ما تطلع التكنولوجي كنا اي عيان عنده قطع في الغضروف بنروح نقوم عاملين تهذيب، نشيل الجزء المقطوع من الغضروف، تفهمني؟ دلوقتي لا، احنا بقينا اكثر حفاظا على الغضروف. دي حاجة ربنا مديها لك اكيد ليها ميزة معينة، فدايما نحافظ عليها قدر الامكان. فبقينا بنخيط الغضروف دلوقتي، بقت عملية very frequent بتتعمل كل يوم. بحيث دكتور ان الطب او التكنولوجي لما كل ما بتتطور بتتطور للحفاظ على الاصل، ان الاصل على اللي ربنا مديهولك، مهما عملت انت مش هتوصل للي ربنا مديهولك. مش بنتفنى ان احنا نعمل الصناعي او الحاجه اللي هي يعني دلوقتي التعويضية. في عمليات زرع غضروف دلوقتي كتيره جدا، بس النهارده احنا مش موجودين في مصر دلوقتي موضوع زرع غضروف، ولكن احنا عندنا زرع غضروف بره كتير قوي، ولكن هو محاكاه للاصل، انت فاهم؟ احسن حاجه اللي ربنا مديها لك، فلو نقدر نحافظ عليها نقدر نحافظ عليها. طيب دكتور دلوقتي حصل اصابه، فايه الفحوصات اللي تتم عشان تتعامل مع الاصابه دي؟ بص خليني اجي لك خطوه قبليها شويه. دايما العيانين بتوع الرباط والغضروف قبل ما بنعمل لهم اشعات او اي حاجه ببقى انا متوقع العيان ده عنده ايه من الستوري نفسها، هو بيحكي لك القصه. انا كنت قاعد بلعب وجاي اشوط فبلف قمت لافف جسمي كله ورجلي ثابته، انت فاهمني؟ ده وهو بيحكي القصه دي انا ببقى عارف انه في رباط خلاص. انت فاهم انا قصدي ايه؟ بجري وفجاه سمعت طرقعه، يعني انت ما غيرتش اتجاه جسمك؟ لا ما غيرتش اتجاه جسمي، انت فاهم؟ واحد دخل عليا بطريقه معينه ببقى عارف انه غضروف. طب انا النهارده انا في سمعت طرقعه ورجليا ورمت على طول، انا بتوقع ان ده غضروف، انت فاهمني؟ لا ده رباط. طب انا النهارده لا دي ورمت بعد يومين ثلاثه ده غضروف، لان الرباط لما بيقطع بيحصل دم على طول، انت فاهم؟ لكن الغضروف بياخد وقت. وانا بفحص المريض في اماكن معينه من الركبه وانا بفحصها ببقى عارف ان المشكله دي في الغضروف. في تيست للثبات بتاع الركبه وانا بفحص العيان ببقى عارف ان ده رباط. وانت بتفحص العيان ممكن كمان تعرف ان العيان ده معاه رباط داخلي او خارجي. فالنهارده الستوري بتاعت العيان اللي بيحكي لك الطريقه اللي اتصاب بيها ايه مهم قوي، ده مفتاح هيدي لك المعيان عنده ايه. اتنين النهارده وانت بتفحص العيان انت في اماكن معينه وانت بتفحص معينه
عارف ان ده ممكن يكون غضروف، ده ممكن يكون رباط، وهل النهارده معاك حاجات تانية، اصابات تانية زي قرحه في المفصل او اربطه تانية انت سهل او ان انت تعرفه. بعد كده انت بتؤكد الفحص السريري بتاعك باشعه رنين مغناطيسي. انت فاهم انا قصدك ايه؟ ولكن انا دلوقتي انا بكلمك على الرياضيين، لان انا في حلقات قبل كده قلت ان انا ما بعملش رنين مغناطيسي لعين عنده 70 سنه. بس الرياضي ده انا لازم اطمن على وضع الركبه ايه، وضع الغضاريف بتاعه الرجل ايه. احيان كتيره قوي بعمل اشعه زوايا عشان اعرف في زاويه ميل في الساق ولا لا. من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي يمكن مش متعرف عليها، يعني كتير من الناس بتسمع عن الرباط الصليبي الغضاريف، لكن قرحه المفصل. بص برضو ده حاجه كويسه قوي، ان برضو حقيقه ده موضوع اندر استيميتد قوي. يعني ايه قرحه في المفصل؟ يعني جزء من السطح المفصلي للركبه غير مغطى بغضروف، في نقره. انت فاهم انا قصدك ايه؟ فبالتالي وانت بتتني وتفرد الركبه هتلاقي فيه حته ناعمه بتحك في حته خشنه. اوكي. فتعمل خشونه فيما بعد. قرحه المفصل من الحاجات اللي هي حقيقه من المشاكل الاندر استيميتد، وساعات كتيره قوي بنعمل رنين وبنشوفها، وساعات واحنا داخلين جوه بنعمل المنظار بنلاقيها، وبيختلف التعامل معاها من مجرد ان انت تنظف القرحه او تنظف القرحه وتعمل ما يسمى بالتثقيب، ان انت تخرمها شويه عشان يطلع الخلايا الجذعيه فتعمل انسجه شبيهه الى حد ما بالسطح المفصلي، او في بعض الاحيان لما تبقى القرحه حجمها كبير بنحتاج نعمل حاجه اسمها موزايكوبلاستي، ان احنا نعمل زرع للغضروف، ناخد غضاريف من اماكن تانية في الركبه نزرعها في الاماكن اللي فيها القرحه. تفهمني؟ ودي بتختلف من شخص لشخص، وساعات كتيره قوي انت بتبقى داخل بالرنين على حاجه معينه وتلاقي وانت شغال بالمنظار حاجه تانية خالص. فالقرحه حاجه من الحاجات اللي بتضايق العيان جدا مع طلوع ونزول السلم، مع لما يجي يصلي ألم. بتبقى مؤلمه جدا، وساعات كتير قوي ما بيبقاش في قدره على الحركه وبتعمل تورم. الديلي اكتيفيتي بتاعته النشاط اليومي بيتاثر كتير قوي بالنسبه للقرحه. ونادرا على فكره ان القرحه لما تيجي لوحدها، دايما القرحه بيبقى معاها غضروف، القرحه بيبقى معاها منظار، ساعات بنشوفها كتير قوي واحنا بنعمل عمليات الغضروف. فدايما القرحه من المشاكل اللي احنا بنبقى مش مدين لها حقها، وبدايه للخشونه طبعا، وبدايه للخشونه، وهي حقيقه من الحاجات اللي الريزلت بتاعتها ونتائجها بتبقى شويه. يعني انت لما بتعمل غضروف او بتعمل رباط انت بتبقى يعني العيان ممكن يرجع يمارس حياته بنسبه 95-97% ما فيهوش مشكله خالص. لكن القرحه حقيقه الليفل اوف ساتسفاكشن او معدلات رضا المريض عن الجراحه بتبقى اقل شويه. فلما بتلحقها بدري وبتاخد العلاج المظبوط بتاعها بتبقى نتيجه هايله جدا. دكتور طيب خلينا نروح يمكن الاصابه الاشهر، واللي يعني يمكن الاطفال الصغيره اللي بيلعبوا كوره وحابين ان هم يبقى ده مستقبلهم، يعني ليهم طموح في ده، دايما يقول له تجنب اصابه الرباط، يعني وبيربطها بان انت مستقبلك هيضيع. فخلينا نتكلم حضرتك، طبعا ذكرت رباط داخلي وخارجي، فحابين نتكلم في عن ده باستفاضه. طيب خليني اقول لك، احنا هنتكلم الاول على الرباط الصليبي. الرباط الصليبي ده في منه رباط صليبي امامي في مقدمه الركبه، ورباط صليبي خلف الركبه. الرباط الصليبي الامامي ده مهم قوي ان هو وانت ما بيعملش تويستنج بيعمل لوك للني بطريقه معينه، او يقفل الركبه بطريقه معينه عشان يسمح لك بمجال حركه محدد. دايما احنا بنقول اصابه الرباط بيبقى العيان مثبت رجليه على الارض ويلف على العظمه وهي ثابته، فيقوم قاطع الرباط. دايما التجربه بتاعه قطع الرباط العين ما بنساهاش، لانها بتبقى تجربه مؤلمه جدا. فاهمني؟ بيقعد على الارض وما بيقدرش يكمل. لما بنيجي نشوف القطع بتاع الرباط الصليبي الامامي، الرباط الصليبي الامامي نتائجه احلى بكتير قوي من الرباط الصليبي الخلفي. هقول لك ليه. بس الرباط الصليبي الامامي دايما العين اللي بيقطع الرباط بتبقى تجربه مؤلمه جدا، فما بينساهاش. انت فاهمين؟ لما نيجي نقيم الوضع دايما ما بنحبش نقيم الركبه اثناء الالم. ليه؟ يعني انا دايما لما العيان يبقى قاطع الرباط جديد بقول له اعمل كاميرات ميه ساقعه واديله حاجات للتورم واعلمه شويه تمارين عشان يحافظ على العضله. لكن ما بنحبش نعمل رنين مغناطيسي مباشر، لان بيبقى في دم جوه الركبه فبيحجب الرؤيه كتير قوي في الرباط. ودايما لما تيجي تعمل الرباط تقيمه، هل احنا ده قطع جزئي ولا قطع كامل؟ تفهمني؟ وهل قطع جزئي اقل من 50% ولا قطع جزئي اكتر من 50%؟ لان انت لساعات كتير قوي لو هو قطع جزئي اقل من 50% تقويه العضلات المحيطه بالركبه قد تستعيد عن ان انت تعمل رباط جديد. انت فاهم انا قصدي لك ايه؟ طب لو هو اكتر من 50% بنشوف بقى ساعتها هل المريض ده رياضي مش رياضي. طب لو الرياضي النهارده هنعمل الرباط. فالنهارده
التكنولوجي بتاعت الرباط بقت كتيره جدا جدا جدا. ممكن ناخد رباط من جنب الركبه، ممكن ناخده من الفخذ، ناخده من ورا الانكل، طب النهارده ناخده من عظمه الرتفه. في تقنيات كتيره جدا جدا للرباط، والتأهيل دلوقتي مختلف. يعني يمكن الناس كتيره قوي كانت شايفه ابراهيموفيتش لما حصل اصابه وكان بياخد الكره دبل كيك وقام وقع، كان في منظر على اليوتيوب صعب قوي، ركبته مخلوعه، ده قطع الرباط الداخلي والخلفي والامامي والخارجي، انت فاهم انا قصدي لك ايه. مع التكنولوجي دي كلها الناس اتخضت، هو بعد 4-5 شهور كان في الملعب مره تانية. انت فاهم انا قصدي لك ايه، مثلا خلاص هو مستقبله. النهارده في تقنيات حديثه، النهارده احنا ما بقيناش نفتح في الركبه، في حاجه اسمها اول انسايد تكنيك، ان انت النهارده ما نخرمش في العظم نفسه، بنعمل طريقه معينه عشان نبقى مور كونزرفاتيف في العظم. النهارده اختيارك للرقعه اللي هيتم بيها الرباط بقى بيفرق كتير جدا في تاهيل العيان وفي الحركه بتاعته ما بعد الجراحه. الطريقه اللي انت بتعمل بيها الرباط، انت فاهم انا قصدي ايه. في طريقه حاجات اسمها اناتوميكال دلوقتي بتشتغل بطريقه معينه ان انت تحافظ على الوضع التشريحي اللي ربنا خلقه، فتخش في نفس النقطه اللي فيها الرباط عشان حاجات معينه. الناس الكلام اتغير دلوقتي، كنا زمان بنشيل الرباط المقطوع القديم، دلوقتي بقينا بنحافظ عليه علشان فيه المستقبلات الحسيه، فدي بتفيد قوي العيان في حاجه اسمها البروبيوسبشنز بعد العمليه، ان هو يقدر يحس بالريستريشن لنفس الرباط. يعني كمان له اعاده ترميم نفس الرباط ولا نفس الرباط، بنسيب اجزاء منه موجوده ونعمل رباط جديد عشان الجزء القديم بيحوط على الجديد بطريقه معينه، ففي المستقبلات بقى اللي ربنا خلقها. هي المشكله الرئيسيه لما تيجي تعمل رباط صليبي في شويه حاجات، رقم واحد ان انت ممكن تخش مش في النقطه اللي ربنا خلقها محطوط فيها الرباط اللي بيسموها الايزومتريك بوينت، انت فاهمني، ممكن يبقى ربنا خلق لك رباط كده فانت تحطه فوق او تحت. فنفس الميكانيكا بتاعت الركبه ما تبقاش موجوده. انت فاهم انا قصدي ايه، اختيارك للرقعه نفسها ما بيبقاش فيه المستقبلات اللي ربنا خلقها في الركبه. انت فاهمني، فالنهارده طب احنا عندنا دي المشكله، قالك طب ما تحافظ على جزء من الرباط القديم، فبقى في تكنيكس جديده وطرق جديده قوي للعلاج. الحاجات بقى المهمه جدا ان احنا كتير قوي العيان يعمل عمليه الرباط، وبعد ما يعمل عمليه الرباط بشهر ولا شهرين يلاقي نفسه قطع الرباط مره تانية. انت فاهم انا دي مشكله بنلاقيها كتير قوي، ودايما الموضوع ده احنا بنشوفه في العيانين اللي عندهم قطع في الرباط الخارجي. ربنا الثبات بتاع الركبه ده 4، خارجي داخلي امامي خلف. فلما النهارده يبقى الامامي مقطوع، في ناس كتير قوي بيبقى عندها قطع في الرباط الخارجي وما تشخصش. انت فاهم انا قصدي لك ايه، فلما بتيجي تعمل التمارين بيبقى فيه ضغط كتير قوي على الرباط فبيتقطع. ودي واحده من الحاجات الشهيره جدا ان الرباط بيتقطع بعد العمليه. سيبك بقى ان طبعا في السؤال المشهور ان الناس دايما يقول لك انا عملت الرباط واتقطع تاني، فانا برد الرد اذا رباط ربنا خلقه واتقطع، الرباط اللي انا عامله التاني ان هو يتقطع ده وارد. انت فاهم وارد لو تمارس نفس الممارسات اللي ممكن كانت سببت في القطع الاصلي، وارد لو انت ما شخصتش الركبه صحيح، لو انت عندك رباط خارجي مقطوع وانت مش واخد بالك، وارد جدا لو انت استعملت تقنيات مش حديثه شويه فما وصلتش للوضع التشريحي اللي المفروض يكون الرباط فيه، وارد جدا ان انت تقطع الرباط لو انت ما عملتش تاهيل كويس، وارد ان انت تقطع الرباط لو انت العضله بتاعتك ضعيفه جدا. انت فاهم انا قصدي لك ايه. فالنهارده عمليه الرباط الصليبي على الرغم ان هي عمليه سهله جدا، ما بتاخدش النهارده نص ساعه ولا 35 دقيقه، ولكن التاهيل ما بعد الجراحه بيفرق كتير جدا مع العيان. صح. عشان النهارده تستعيد نشاط هذه الركبه مره ثانيه. دكتور ممكن العيان يحمل الدكتور ان هو مثلا راح عمل الرباط الصليبي مثلا كان امامي مع دكتوره وكان شايل له، او هو ما اكتشفش دكتور ان في مشكله ثانيه، فبالتالي عشان كده حضرتك تقول مهم جدا ان يكون في مكشفه كامله للحاله الكامله لكل الاربطه امامي وخلفي وداخلي وخارجي. بص انا دايما مهم قوي ان انت تبقى مشخص كويس قبل اجراء الجراحه، انت فاهم انا قصدك ايه. وفي يعني النهارده ساعات كتير قوي بعض الناس النهارده الرباط اتقطع فبيعملوه بكره الصبح، انت فاهمني. لا احنا دايما بنحب نشتغل نعمل الرباط والرجل كالم هاديه مش متورمه، العين بيتني اكتر من 90 درجه او 100 درجه. في بعض الاحيان كتيره جدا ممكن نخش لو الرجل اتيبست بعد القطع بتاع الرباط اخش اعمل منظار، الهدف من المنظار في المقام الاول ان انا الين الركبه بالبلدي، ان انا اشيل كل الالتصاقات اللي موجوده في الركبه وان انا احافظ على الحركه بتاعت الركبه. دايما نتائج الرباط سيئه جدا لو انت عملتها على طول، نتائج الرباط سيئه لو انت عملت على رجل متيبسه، انت فاهمني، نتائج وحشه. نتائج الرباط سيئه جدا لو في نسبه خشونه عاليه وانت عملت عليها. فالنهارده تقييم حاله المريض قبل اجراء الجراحه مهم جدا.
البرنامج التأهيلي اللي انت هتعمله بعد العملية مهم جدا. تفهم قبل وبعد تحت طبعا وفي النص التكنيك بقى يعني التكنيك اللي انت بتشتغل بيه والطريقة اللي انت بتعمل بيها ايه ومدى يعني اهمية الطريقة في انها تاخد نتيجة جيدة جدا. خلينا نتحرك بقى للجزء برضو المشهور، يمكن كتير من اللي بيتابعوا رياضة بقوا عارفين اسامي يعني مثلا الغضروف الهلالي، اللعيب الفلاني جاله غضروف هلالي فبقوا عارفين. فخلينا برضو نتكلم دكتور عن الغضاريف والمشاكل، اشهر المشاكل اللي بتحصل فيها. طيب خليني اقولها لك بطريقة تانية. الغضروف هو مادة زي يعني فايبرو كارتج دي زي القرقوشة بتاعت الفرخة كده بالبلدي، ربنا خلقها عشان بيسموها شوك ابزوربابل، بتمتص الصدمات. يعني انت وانت بتجري وانت بتبقى عامله زي المساعدين بتوع العربيه، حلو الكلام كده. دايما الخشونه بتحصل نتيجه لتاكل في الغضاريف، تفهمني، او الماده اللزجه اللي موجوده دي التخانه بتاعتها قلت، فبدا يحصل نوع من انواع الاحتكاك في الركبه فيحصل نوع من انواع الخشونه. تفهم انا قصدي لك ايه؟ الغضاريف دايما بنقسمها ثلاث تلات، المنطقه البيضاء والمنطقه الرماديه والمنطقه الحمراء. دايما نخلينا نبقى مور كونزرفاتيف، دلوقتي بقينا بنخيط الغضاريف اكتر، دايما بنحب نخيطها في الشباب الصغير، لان طبعا انت لو شلت غضروف في سن صغير انت فاهمني فيما بعد هيكون اكثر عرضه ان يحصل له خشونه مبكره طبعا. فدايما احنا بنبقى ماشيين مور كونزرفاتيف قوي في موضوع الغضاريف. لو الغضروف يمكن اصلاحه لابد من اصلاحه، تفهمني، ريجاردلس الايدج بتاعه ايه. يعني انا دلوقتي حقيقه، ومش انا بس، معظم الناس دلوقتي في سن لو الغضروف ينفع يتصلح صلحه لو سمحت، انت فاهم انا قصدي، ما تستسهلش وتشيله، لان انت لو شلته انت بتحكم على العيان ده انه هيخش في خشونه مبكره صح. انت فاهم انا قصدي ولا حضرتك ايه؟ فده بالنسبه لي مهم جدا. فبعض الناس، انت لك ان تتخيل اهميه الغضاريف، ان بعض الناس دلوقتي بقت في بره مش موجود في مصر ان هم بيعملوا زرع غضاريف، يعني بياخدوا غضاريف من بعض الناس و المناسكس ده بياخده وبيجففوه بيعملوه بطريقه معينه ويرجع عاده تانية، ان احنا في الناس اللي الغضاريف بتاعتها بتتشال بناخد نزرعها ونخيطها مره تانية. فالغضروف عمليه بسيطه، الاسهل ان انت تعمل تهذيب، الاصعب ان انت تصلح. بالنسبه لنا احنا ناس بتشتغل ركب كتير، التصليح والتهذيب والاصلاح حاجه واحده، بس هو بالنسبه لي كجراح تلت ساعه او نص ساعه، لكن بالنسبه للعيان عمره. انت فاهم انا قصدي؟ فهي الفكره ان انا بحاول دايما ابقى حريص ان احنا نبقى في اكثر تحفظيه في علاج الغضاريف، فاهم؟ ولو احنا حبينا لو في حته مقطوعه احنا بنشيل الحته بس اللي مقطوعه، يعني لو احنا عملنا تهذيب احنا بالبلدي ما بنجرش على الغضروف، الحته بس اللي مقطوعه اللي بنشيلها. عشان كده هيحصل الحاجات الثانيه المشهوره، العين يقول لك انا عملت عمليه غضروف وبعد سنه ولا 6 شهور ولا سنتين جاي يقول لك انا قطعته، ليه، هو احنا مش عملته في الاول؟ حضرتك انا شلت الجزء اللي مقطوع من الغضروف، التهذيب او زي فكره زي الضوافر مثلا بالظبط، التعبير لكن يعني 90% من الغضروف موجود، يعني انا شلت 10%، فالوارد ان انت تكون قطعت 10 حاجه من الجزء المتبقي من الغضروف، لكن انا بشيل الجزء المقطوع بس من الغضروف، انا ما بشيلوش كله. يعني قرار التهذيب والاصلاح والقطع للغضروف بيكون بناء على الحاله اللي فيها المريض. ايوه، ده تقييم المريض، دايما خليك على ناحيه الاصلاح، اعمل التهذيب في الحدود الضيقه جدا لو حاله المريض لا تسمح بالاصلاح. دكتور، هل سواء رباط صليبي او الغضروف او قرحه المفصل، هل فترات التعافي بتتفاوت ولا التعافي بقى اصعب؟ لا طبعا بتتفاوت كتير جدا، وبعدين انت النهارده عندك قطع رباط صليبي ورباط خارجي تعافي فيه مختلف، رباط وغضروف التعافي فيه متختلف، القرحه يعني انت النهارده الاسهل تماما الغضروف، الغضروف النهارده ممكن تقعد 6 أسابيع وتستعيد نشاطك مره تانية. الرباط الصليبي النهارده احنا بنتكلم اتليست 6 شهور، القرحه اتليست 3 شهور، يعني ده الكلام. طب انت لو عندك رباط صليبي امامي ومعاه جانبي قصه تانية صح. ايه اشهر المشاكل اللي بتتكرر وحاجة تشوفها في بالنسبه للكتف، اصابات الكتف؟ الكتف ده قصه تانية وستوري تانية، بس انت لو حبيت تقسم الكتف، هو يعني احنا زي ما قسمنا الركبه عندنا قرحه ورباط صليبي وغضروف، فالكتف النهارده عندنا الخلع المتكرر في الكتف ده حاجه، قطع الاوتار المحيطه بالكتف حاجه، والخلع في مفصل ما بين الترقوع واللوح اللي هي الاصابه بتاعت صلاح والشناوي دي حاجه ثالثه. صحيح. ف طبعا الخلع ده يمكن مشهور، يعني انا في منظر كده انا شفته، كان حد صديق
قال انا كتفي بيتخلع وبدا ان هو يخلع كتف. انا مش فاهم زومبي يعني انت بتعمل ازاي بتعمل كده يعني. بص انت بتقول حاجه very common ومشهوره جدا وكويس ان انت قلتها. انا عايز افرق دايما من واحد بيعمل رياضه او عمل لا قدر الله حادثه وكتفه اتخلع من مكانه ودخل المستشفى وادوله بنج وردوه، وفي واحد بيخلع كتفه بنفسه ويرجعه يخلع كتفه بنفسه. الناس اللي هم بيخلعوا كتفهم دول بيبقى عندهم حاجه اسمها هايبر لاكسيتي سندروم، ليونه زياده في الاربطه بتسمح بمجال حركه اعلى من الطبيعي، فالراس العظمايه اللي موجوده في التجويف بتخرج بره المكان وترجع تاني. العيانين دول لو انت عملت لهم عمليه الخلع، العيانين اللي عندهم ليونه زياده قوي بيرجع يتخلعوا تاني. هو جسمه مرن، ربنا مديله اربطه عامله زي استك البنطلون الممطوط القديم ده بتاع زمان، فسامح بمجال حركه اعلى من الطبيعي فالمفصل بيتخلع. ففي كتير جدا من الجراحين لو هو مش واخد باله من المشكله دي ان الليونه هي السبب في الخلع، يقوم رايح عامل ايه، يقوم يقول لك لا انت كتفك اتخلع تعال هنعمل عمليه، يقوم داخل مخيط الحافظه بتاعت الكتف اوكي ويقوم مخيطها، بعد شهر شهرين ثلاثه يلاقيه بيرجع تاني الانسجه مرنه. انت فاهم انا قصدي ايه؟ فدايما لازم بسال العيان هو المود اوف انجري ايه، انت اتخلعت ازاي، انت فاهم دي حاجه مهمه لانها بتنعكس دايما. وخلي بالك احنا عندنا جمله مشهوره، اللي بيتخلع بسهوله يترد بسهوله، ودي نتيجته وحشه. انت فاهم انا يعني دايما يقول لك لو واحد اتخلعت ومش قادر ورحت المستشفى وقعدوا يحاولوا فيها نص ساعه وبعدين دخلوا ادوني بنج واخدت، انا ببقى مبسوط لان ببقى عارف ان الانسجه بتاعته انسجه قويه جدا مش هيرجع تاني، ما رجعتش تاني، فلما اعمل له عمليه ببقى مبسوط. لكن واحد يقول لك انا اتخلعت فوق ال 20 مره فكل شويه كتفي يتخلع وانا برجعه، دي حاجه وحشه قوي. مش عارف اسيطر عليه، لا دي حاجه وحشه قوي، معنى كده ان الانسجه بقت مترهله جدا فبقت الكتف عامل مبهوأ عمال خارج داخل خارج داخل خارج. فده هنا العيان اللي عنده خلع متكرر اكتر من 15 20 مره ولا 10 مرات ولا بيتخلع بنفسه وهو بيرد، انا بعمل له عمليه تانية مش ممكن اعمله منظار، في عمليه اسمها لاتر جي ان انا بنقل عظميه بالوتر بتاعها في مقدمه الكتف عشان امنعها من الخلع. لكن النهارده لو واحد اتخلع اول مره لا ده قصه تانية خالص. طب هل يا دكتور كل خلع بيتم لازم عمليه ولا بيبقى فيه اكتر من طريقه للعلاج؟ طب ده سؤال ذكي جدا وانا بحبه. زمان كنا بنقول يا جماعه اللي اتخلع مره ممكن ما يتخلعش تاني اوكي. فكان في اتجاهات كتيره قوي، الناس صغار السن لو اتخلع مره يقعد يستنى، لو اتخلع مره بعديها بنعمل له عمليه. الكلام ده اتغير مؤخرا، يعني انا كنا في لسه في نيس قريب كان في كورس بتاع شولدر من اعلى الكورس في العالم في الشولدر. النهارده العيانين الاثليتكس الرياضيين اللي بيتخلعوا اول مره لازم يتعملوا، انت فاهم لازم نعمله. حلو الكلام كده. زمان ليه؟ انا دايما بشبه الكتف زي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي، تمام. الكتف ده عباره عن كوره جوه طبق متحوط عليها، فجاه الشباك ده اتفتح اوكي، فبقت اتس ويك بوينت، انت في الكتف من الحاجات اللي بيسمح بحركات عاليه قوي اوكي. صح. فالنهارده لازم يبقى الغرفه دي مقفوله عليه تماما، فالنهارده لما بيتخلع هو بيقطع جزء من الحافظه بتاعته فبتبقى اتس نقطه ضعف في الكتف، فبيبقى كل شويه بيخرج منها. فالنهارده ما عندكش حل غير ان انت تخش بالمنظار الحته اللي مقطوعه من الحافظه، بتحط ما يسمى بحاجه اسمها خطاطيف وتاخد غرز تمسك الحافظه في العظم مره تانية. لو هو شاب صغير تلاتيناتي ولا حاجه او تحت التلاتين واتخلع اول مره كنا زمان نقول له خلي بالك، لا دلوقتي الوضع اختلف خالص، اللي اتخلع اول مره بنحتاج نعمل له عمليه. لو عندك خلع متكرر دي مش حاجه لطيفه. ليه بقى مش حاجه لطيفه؟ لان انت لو شفت الراس العظميه عامله كده لو اتخلعت من مكانها بتفضل كده، شايف الحته دي؟ الحته دي بتضغط على راس العظميه جدا فبتاكل من راس العظميه، بيعمل تاكل. فالخلع المتكرر بيعمل تاكل في راس العظمه، بيعمل حاجه اسمها هيل ساكس ليجنز. ونبدا نشوف الـ 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 مع كتر الخلع ممكن انت تفقد حوالي ثلث راس العظميه. لو فقدت ثلث راس العظميه معنى كده ان انت لو رجعتها هي مش ثابته، فتضطر تعمل بقى عمليه. النهارده كنت اخش بالمنظار واخد غرزتين واطلع في ساعه زمن ولا حاجه، دلوقتي لا، ده انا لازم عشان اعيد اخد ترقيق عظم من الحوض واثبت بالمسامير واعمل عمليه اسمها ريمبلاساج واخد وتر من قصه تانية خالص. انت فاهم احتكاك ولد النهارده
بوظ العظمة. صغار يعني كبار الامور يبدا بصغارها، مشكله صغيره جدا انت ما عالجتهاش اتحولت لمشكله كبيره قوي. فالنهارده لو انت رياضي وحصل خلق نعمله، خلي بالك برضو لازم نسال، في ناس كتير قوي بيبقى في اصابات في الكتف، حاجه اسمها سلاب ليجن النهارده خاصه في لعيبه رفع الاثقال، دايما في وتر العضله الثنائيه كده بيبقى طالع من جوه المفصل، فساعات كتير قوي الوتر ده نتيجه ان هو بيشيل بطريقه معينه، حصل ان الوتر بتاع العضله الثنائيه اخد جزء من الغضاريف المبطنه للمفصل ونزل بيها. فدايما يقول لك وانا برفع كتفي بحس بطرقعه. العيانين دول دايما عشان تشخصهم كويس قوي لازم نعمل الرنين بالصبغه، نحقن صبغه جوه الكتف ونشوفه. اوكي، فالنهارده ان انت تبقى عارف المشكله ايه بالظبط، لان الكتف حقيقه تريكي شويه غير الركبه، لازم تبقى انت مشخصه كويس قوي وانت عارف انت رايح فين وحدودك ايه بالظبط وهتعالجه، لان كل طريقه من دول ليها طريقه معينه هتوجهنا لطريقه علاج مختلفه خالص مختلفه. يمكن لعيبه السله برضو بيشتكوا من مشاكل الاوتار، يعني يمكن دي برضو مشكله تبقى، لان هم طول الوقت بيستخدموا ايديهم رفع ايديهم، وحتى الاشتباكات نفسها غير مثلا كره القدم، الاشتباكات تبقى في منطقه الكتف والايد. بص قصه الاوتار قصه تانية خالص، انت عارف ان الكتف دايما اربع اوتار محيطه، اشهرهم وتر اسمه وتر العضله الدواره الرافع للكتف. الوتر ده بيبقى نازل على راس العضميه بطريقه معينه، وليكن ده تخنته، ممكن الوتر ده يبقى مقطوع جزئي، ده كده اسمه جزئي وده اسمه جزئي وده اسمه جزئي، لو الثلاثه دول مقطوعين انت فاهمني انت النهارده. لكن هل الراجل ده رياضي ولا الراجل ده مش رياضي؟ هل كل قطع للكتف بنعمله؟ طب ايه سبب القطع؟ يعني النهارده في واحده مثلا تخش عليك 60 سنه او 50 سنه تقول لك والله يا ابني انا كنت كويسه فجاه لقيت كتفي وجعني، تعمل اشعه تلاقي ان في قطع في الوتر. طب جالها منين؟ والله ما عملت حاجه، ما شلتش حاجه عليه، لكن النهارده حصل خشونه في مفصل ما بين الترقوه واللوح، كون نتوءات عظميه، النتوءات العظميه دي نزلت على الوتر خربشته مره في مره في مره، الوتر اتقطع. انت متخيل الوضع؟ لكن واحد بيقول لك انا كنت بعمل سباحه او بعمل مش عارف ايه حاجه عنيفه وفجاه كتفي طرقع ما قدرتش احركه، تعمل رنين تلاقي ان في قطع في الوتر. فسبب القطع ده مهم جدا، لان انت بتحدد خطه العلاج بناء على سبب القطع. الوتر من العمليات اللي هي عمليات ممكن يعني نتائجها هائله جدا، بس الفولو اب بتاعها مهم قوي، يعني الفولو اب والتاهيل بتاع الكتف، مش اي حد بيعمل تاهيل للكتف، وعمليات الكتف بالذات لازم بتكون انت يعني اكثر تحفظا فيها، وقرار العمليه فيها لازم يكون متريس، ونوع الجراحه، لان انت ممكن تعمل جراحه على حاجه ظاهره قدامك لكن في مشكله انت مش اندر استيميتد، انت مش حاسبها. تمام، موضوع الاوتار عمليه بسيطه خالص، بتخش بالمنظار بتحط برضو حاجه اسمها خطاطيف وترجع تاخد الرباط الوتر المقطوع تحطه في العظم في المكان اللي المفروض يبقى فيه وتخيطه. بس هنا النهارده انت بتقعد على الاقل 6 اسابيع ايدك في علقه او في وساده كده بتبقى موجوده عشان تقلل التنشن على الوتر، وبعدين بتقدر تعمل تاهيل. التاهيل يمكن في الخلع احسن شويه او يعني اقل وطئه من الوتر شويه، بس من الحاجات اللي نتائجها هائله جدا. فالنقطه بقى المهمه جدا، بدل انت ذكرت الاوتار، بعض الناس ربنا خالق الوتر ماسك على العظميه فجاه الوتر اتقطع فيبدا يرجع لورا، بعدين يرجع لورا، بعدين يرجع لورا، خرج خالص ما بقاش مغطي العظميه، فالعظميه دي بقت فين؟ في الهواء. فتقوم طالعه فوق ضربه في مين؟ في الترقوه او في عظمه اللوح، تبدا تتاكل، فيخش في حاجه اسمها روتيتور كاف ارثروباثي. كان قطع في الوتر حاجه بسيطه سبتها، المفصل دخل مسك عظم في عظم، المفصل كله اتاكل. انت متخيل الوضع؟ يعني انت عدت المشكله بسيطه خالص، قطع بسيط في الوتر اتحول لقطع كامل، بعد كده كان الوتر بدا يحصل له شرنك، يصغر يصغر يصغر. هي المفروض مسببه له الم، لما الوتر بيبقى مقطوع جزئي بيسبب الم، لما بيتقطع كامل الالم بيروح. فبيتخدع الالم بيروح بس الحركه بتقل. انت متخيل الوضع؟ يعني العيان يقول لك انا كنت كتفي وجعني ومش قادر وبتاع، فراح لدكتور ما، الدكتور شاف ان هو عنده قطع بسيط في الوتر، قام حقنه كورتيزون او حاجه عملت ماسكينج للالم، فتك شويه بشويه شويه الوتر طار اتقطع. انت فاهم؟ فالوتر اتقطع بس ما بقاش مؤلم. يعني انت متخيل انت كنت الاول الالم في الم لان جزء من الوتر بيحكم على العظم،
فلما الوتر اتقطع رجع فمبقاش حاجه بتحكم مع الوتر خالص. فالعيان بيبقى مبسوط انه الالم راح بس بقى في محدوديه جديده في الحركه. هو الالم كان نعمه اصلا ان هو كان الالم كان نعمه. بعد شويه بقى هيتالم بزياده قوي لان راس العظميه دخلت ضربت فوق في العظمه بتاعت اللوح والترقوه اتاكلت بقى مفيش غضاريف بقت الحركه مؤلمه جدا ما يقدرش يحرك يقول لك انا بصوت بالليل مش قادر انام. هنا كانت عمليه هيصلح اوتار وغرزتين ويقعد 6 هنا هيعمل مفصل كتف مرتجع يعني يا ريته مفصل كتف تاني يعني مش خشونه في الركبه لان ما عادش فيه اوتار بتحرك الكتف فبقينا بنعمل مفصل كتف مرتجع الحركه نفسها جايه من الوتر بتاع عظمه الدلتويد او وتر الدلتويد اللي هو العضله اللي بيوطينا للكتف. فالوضع هنا مختلف خالص. يعني احنا يا دكتور ممكن حد تقول ان احنا لو ممكن نسكت او نتاخر في علاج وتر يدخلنا في مفصل كامل. يدخلك في مفصل كامل زي كانك برضو عندك قطع بسيط في الغضروف رحت شلت الغضروف دخلت في خشونه كامله دخلت في مفصل. انت مش شايف السيتويشن هي زي الدومنا كده الدومنا النهارده راجل عنده قطع في الغضروف بسيط قام دخل لواحد قام شل الغضروف فبقى دخل عنده خشونه شديده عمل مفصل. التانية عندها قطع في وتر بسيط كان ممكن ينتهي بعمليه بسيطه ما عملتهاش الوتر قطع كامل فدخلت في مفصل. فالنهارده ازاي تستميت المشكله وتحلها وتاخد البروبر تريتمنت ده حاجه مهمه جدا. فلازم تسال حد مختص عشان يكستمايز حاجه عليك لان النهارده اللي ينفعك ممكن ما ينفعنيش اللي تحتاجه انت انا ممكن ما احتاجوش. انت فاهمني طبيعه شغلك غير طبيعه شغلي فالنهارده احنا كل عيان بيبقى ليه قماشه معينه بتتفصل عليه عشان تاخد احسن نتيجه ممكن. يا دكتور في نقطه هنا خطر شويه اللي هي لما بيكون بيحصل اصابه لحد في ملعب يعني حد رياضي واثناء اللعب بيحصل له اصابه فبيتطوع زمايله ان هم يعملوا نوع من انواع الاسعافات الاوليه. بص ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه احمد رفعت لها فيوتشر المشكله اللي حصلت مؤخرا. طب بص انت يعني حقيقه احنا في مصر محتاجين نعمل يعني اعاده تقييم للمنظومه الصحيه للرياضيين لان احنا يعني الراجل النهارده هو بيلعب فجاه حصل توقف في عضله القلب. طب هو كان عنده مشكله قبل كده ولا لا؟ هل تم التوقيع الطبي عليه قبل كده ولا لا؟ هل كانت مشكله كامنه؟ طب هل هو بعد ما حصلت المشكله هل هو اخذ العلاج في الملعب؟ النهارده هو بيقول لك ان عضله القلب توقفت فتره زمنيه معينه وليكن ساعه، هل ده انعكاسه ايه على الاجهزه الثانيه؟ اوكي. ف النهارده بالنسبه للرياضيين بالذات التقييم الحاله الصحيه بتاعتهم بيفرق قبل ممارستهم للرياضه واثناء ممارستهم للرياضه وبعد ممارستهم للرياضه. اوكي ده مهم جدا جدا. الرياضيين بيختلفوا في علاجهم عن الاشخاص العاديين واصابتهم في طريقه المانجمنت بتاعها مختلف والتاهيل بتاعها كمان مختلف. صحيح. يمكن من الحاجات برضو اللي بنشوفها بشكل متكرر الاوتار الخاصه بالكاحل. فهل الموضوع يعني خطر ولا الموضوع مؤخرا يمكن احنا شفنا اكتر من حادثه في الملاعب يعني التواءات يعني كان في التواءات بشكل يخض يعني خوف. بص انا دايما عايزك تفرق ان انت بتجري ورجليك جت في نقره كده ورجليك اتلوت. انا دايما وتعمل اشعه تلاقي الاشعه طبيعيه. انا ساعات كتير قوي بقول للعينين بتوعي ساعات تمزق الاربطه بيبقى اسوأ من الكسر. ليه؟ ما بيبانش. العيان بي اندر استيميت يقول لك دي مشكله بسيطه ده انا ما عنديش حاجه خلاص. طالما مش كسر خلاص وهي مش كسر بدل مش كسر خلاص. ساعات النهارده لما يبقى عندك كسر تقعد تبص في الاشعه لحم ما لحمش لا تحمل ما تحملش. لكن الناس اللي عندها قطع في الرباط طب هو قطع الرباط بتاع الكاحل ده ثلاث درجات اولى ثانيه ثالثه انت فاهمني. طب احنا في الاولى ولا في الثانيه؟ طب العين بيحطوا كمادات ميه ساقعه والورم يفش وياخد شويه مسكنات بيبقى زي الفل يبقى فرحان جدا. هل هو كده اتعالج؟ لا ده انت ممكن يكون عندك قطع من الدرجة التانية او الاولى وانت النهاردة تاخد مجرد شوية كمادات المية الساعة وعملت كبيرة لمدة اسبوع وشلتها وده حاجة بشوفها كل يوم في العيادة. حضرتك عندك تمزق في الاربطة وهنحط رجلك فيه كبيرة لمدة 3 اسابيع على الاقل وبعد كده هنعمل علاج طبيعي. يا عم ده بيضخم الدنيا وبيكبر الدنيا وبتاع.
انا بعمل كده، بس انت بعد شويه لو ما اتعالجتش مظبوط انت هتخش فيما يسمى بالتمزق المزمن للكاحل، كل شويه تلاقي رجليك بتلوي. احنا لما بنروح للدرجه الثالثه احنا بنحتاج نعمل عمليه. التمزق المزمن اللي هيبقى معاه عدم ثبات احيانا بيعمل خشونه وينتهي بقرحه في المفصل، ويحتاج ان احنا في الاخر نعمل سمكره للمفصل. فالنهارده على الرغم ان قطع التواء الكاحل ده موضوع بسيط وبنشوفه كل يوم، بس طريقه علاجه لو انت لو يعني دي حاجه من معظم الدكاتره بتبقى عارفينها وازاي بتعالجها، ولكن العيان بقى هو اللي بيبقى هنا فيه المشكله. العيان شايف انه ما عندوش مشكله، تمزق بسيط، انا اخدت كمادات وبقيت كويس، انا ليه احط رجلي في جبس؟ انت لازم تجيف يور بادي تشانس، لازم تدي له فرصه انه يلتئم. اوكي، ولازم لما يلتئم تدي له بعد فرصه للتعافي بالتاهيل والعلاج الطبيعي، عشان هي قصه مش قصه حته رباط اتقطع. اللي حواليه ايه؟ احيانا استبساط المشاكل بيودينا لسكه مش هتعجبك خالص. صحيح. ايه اغرب اصابه ملاعب واجهت حضرتك؟ اغرب حاله يعني؟ مش اغرب، لان احنا بنشتغل القصه دي كل يوم. يعني يعني انا في واحد انا لسه عامله رباط صليبي للمره الخامسه، يعني انا كنت رقم خمسة، انت فاهم؟ يعني بيلعب كره في نادي عريق هنا وقطعه. بس احنا ساعتنا اتفقنا ان احنا هنعمل تكنولوجي مختلفة، هنحط حاجة اسمها internal brace جوه الرباط عشان الرباط ما يقطعش تاني، وهنعمل على مرحلتين، يعني قصة تانية خالص. الرياضيين مش اي حد يعمل، يعني دايما انا كنت بقول للعين احسن عملية هي اول عملية تعمل. احسن عملية هي اول عملية، اول عملية دي في العظم بالذات بتوفر عليك، بتوفر عليك حاجات كتير قوي. والتأهيل بعد اول عملية العظم من الحاجات اللي بتاخد وقت، يعني بقى في تخصصيه عنيفه، انت فاهم؟ بقت في ناس جراحات اطفال، في ناس عمود فقري، في جراحات يد. النهارده التاهيل النهارده هنا في الرباط الصليبي الامامي غير الخلفي، النهارده في الكتف في الاوتار غير الخلق، بقت القصه بقت يعني اكثر تخصصيه، فاهمني؟ فالموضوع ده بقى بيفرق كتير جدا في الاوتكم وما بعده. يا دكتور حضرتك دايما بتمتعنا بالحرمه، حضرتك دايما بنبقى مستفيدين. انا اتبسطت كتير ان ببقى معاك يا اتش. شكرا جدا، مشكورك. ربنا يخليك يا حبيبي. أشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في حلقة جديدة من ميديكا زوم بودكاست.